قصك بص، نادي البطوله كريم، يعني انت بتيجي النادي الاهلي ليه اكتر نادي بياخد بطولات؟ في حاجات كتير جدا. الحاجه المهمه ان انت بقى عندك طموح. اي لعيب بيجي حتى لو جاي من الاسماعيلي، جاي من القناه، جاي من السويس، جاي من اي حته، بيجي بيلعب فرق درجه تانية او درجه اولى، او يعني بيبقى في مستوى تاني. ما بيجي النادي الاهلي بتشوف انت حوالي 30 لعيب في طموح، وكلهم عندهم ان انا هكسب واخد بطوله، فبسرعه طموحك بيتغير. نادي الاسماعيلي، انت لعبت في الاسماعيلي وعارف القصه ماشيه ازاي، بيبقى فيه امكانيات قليله جدا، فدي بتاثر على تركيز اللعيبه فبيحصل مشاكل. بيفكروا بره الملعب طبعا. الزمالك كان فيه ضغوط كتير جدا، النادي الاهلي كان فيه ضغوط برضه، بس الفرق ان انت النادي الاهلي زي ما قلت لك يا كريم، كان جالك مدير فني بعدك عن الضغوط تماما، حطك في جو ملائم ان انت تركز تكسب شغلك بس، تكسب بس. كل حاجه هتيجي بس تكسب. فاحنا عملنا الحاجات دي كلها، كنا بنقعد مع بعض نقعد نحمس بعض. مش قادر اقول لك ان كان في، والله العظيم في التمرين كنت تنزل تشوف قال انت هتلعب يعني قدام عندك حافز وبينت له ان انت مركز وعايز تكون موجود. فدي حاجه كويسه، حاجه كويسه ان يكون عندك طموح، وفي نفس الوقت معاك حد بيعرف يوظف الطموح ده كويس قوي، وفي نفس الوقت انت جماهير وراك يعني واثقه في امكانياتك وعارفه انت هتاخد الدوري. فانا زي ما بقول لك كده، انا وكان معظم اللعيبه 90% من اللعيبه كنا على يقين ان احنا ان شاء الله هناخد الدوري. ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا بنتفرج عليه على الاهداف بتاعته دلوقتي يا فاضل، انت بره يعني كنتش موجود طبعا مصاب، يعني نادي الزمالك كان افضل في الشوط الاول وكان هو اللي ماسك، وانت قاعد بره حسيت ان الاهلي يعني ممكن يرجع للمباراه، والزمالك كان دايما هو اللي بيتقدم، يعني جاب الهدف الاول بعدين الاهلي تعادل، جاب الهدف الثاني والاهلي تعادل في اخر 8 دقائق. بص انا ما كانش عندي شك ان احنا هنخسر الماتش ده خالص، ما كانش يعني ولا 1%، مع ان الزمالك كان افضل، الزمالك كان ماسك كوره. جات لك الصفقه الاولاني؟ طيب جات لك الشوط الاول فعلا، الشوط الاولاني. الشوط الثاني انا كنت عارف ان انا بقول لك اللعيبه دي عندها طموح، وعارف مستر مانو هيقول لهم ازاي. انت في ماتشات بنبقى احنا مش موفقين فيها، بس بتنزل الامور كلها بتختلف، يعني بتلاقي مره واحده حماس زي ماتش مثلا سموحه. انت ماتش سموحه انت ادائك وحش جدا، وحش جدا، بعدين مره واحده اخر 7 دقايق ضغط جونين. ربنا ما بيديش حد غير ما بتتعب، فانت يعني قمت جايب جونين وتعادلت. فانا الماتش ده كنت انا شايف ان احنا يعني هنتعادل وهنكسب، كنت حاسس ان احنا كمان ممكن نجيب جون، بس طبعا يعني يعني ده حاجه كويسه للعيبه ان انت في يعني ادائك بيبقى وحش وما بتخسرش، فدي حاجه بتحصل للعيبه طبعا. كابتن حسام حسن اعترض على الهدف ده بتاع دومينيك، قال لك يعني الفير بلاي ولعيبه الزمالك كان في 2 واقعين ابراهيم صلاح، وفي التمرين قلت ايه على اعتراض كابتن حسام ولما راح لمستر مانويل جوزيه؟ طبعا بص انا بحترم كابتن حسام جدا طبعا جدا، يعني هو راجل قيمه كبيره جدا في الكره المصريه، و انت لعبت معاه كمان في المصري طبعا. وتعلمت منه كتير قوي فعلا، وكنت وانا في ناشئ في الاهلي بطلع معاه كنت ببقى يعني الواحد بيبقى شايف حاجه مبهور بيه. طبعا حاجه قيمه كبيره جدا ما حدش هيختلف عليها. لكن بركات رد في المؤتمر الصحفي اللي كل اللي كان اي حد كان اهلاوي عاوز يتكلم، بركات كان يعني رد محترم جدا، ان احنا في ماتش الزمالك 3-3 حصل نفس الموقف. قدام اللاين مان وبركات اخد كوره في الشوط الهدف الثالث بتاع عبد الشافي. بعدين انت راكبين رجعت الكوره، انت الفير بلاي اوكي، بس لما الحكم يجي يقول لك العب، لو انت وقفت هيديك انذار. يعني هو كان حسام عاشور الرمى الاول، لو حسام عاشور ما وقف الكوره هياخد انذار، الحكم بيقول له العب، كان حتى بص على ايده. شفنا فانت مش هتقدر تعمل حاجه، حكم بيقول لك العب وانت خسران 2-1 بتلعب على طول في الظروف دي هتعمل ايه؟ ف يعني انا بس يعني كابتن حسام كان يعني هو قيمه كبيره جدا، انا زعلت ان هو جري على مستر مانويل واتكلم معاه بالاسلوب ده، ان ده ما مستر مانويل معلقش على الموقف ده معاكم كلاعبين في الايام اللي بعد ماتش الاهلي والزمالك؟ لا ما اتكلمش خالص، ما فتحش الموضوع ده خالص. يعني يمكن كذا حد كان بنقعد نتكلم، بس هو بيسمع ما بيتكلمش. بس انا شايف يعني ممكن تكون نرفزه حماس زياده من كابتن حسام في الظروف دي. انت عارف الصور ده كان لو كسب كان هيفرق مع كابتن حسام طبعا ومع نادي الزمالك، ف بيبقى مشحون جامد جدا. بس اتمنى ان يعني وخبرات طبعا، يعني انت كابتن حسام بقاله 3 سنين او 4 سنين في مجال التدريب، فكله بيكتسب خبرات. كل اي انسان ما بتكلمش عليه هو يعني اي انسان بيكون في شغله جديده بالزبط. او حاجه بياخد وقت عقبال ما بيبقى عنده خبرات اكبر. فيعني اتمنى ان شاء الله ان الامور تبقى يعني السنين اللي جايه تبقى اهدى من كده، ان دي بتنعكس على الجماهير. فاحنا عاوزين نبقى رساله ان الامور تبقى هاديه جوه الملعب، والناس تعرف حقيقه اللعيبه،
عشان الجماهير ما تموتش بعض يعني. طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي، بس بعد الفاصل خلي بالك بقى عايزين نخش في كواليس اوضه اللبس كده مع اللاعبين، اكتر واحد دمه خفيف، مين اللي دايما مكشر، مين اللي جد قوي، وعايزين نعرف الجماهير كلها، جماهير النادي الاهلي عايزين يعرفوا يعني لا ومين اكتر واحد صحابك اللي انت يعني حد صاحبك قوي في فريق النادي الاهلي. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن محمد فضل، وهاخد برضه رايك في كوبا امريكا وبتشجع مين. يلا رجعنا تاني مع محمد فضل، وعايز اقول احنا النهارده كنا عاملين احتفال للنادي الاهلي واللعيبه كله خالع، اللعيبه يعني ال 12 في 12 13 واحد اللي هم مستر مانو اداهم اجازه، اللي في شرم واللي في البلد واللي مش عارف واللي خالع مع المشكله ان هم كلهم بره مصر ايه؟ عارفهم بقى واللي في مارينا في ناس بره مصر كمان فطبعا بس هو طبعا الله يكون في عونهم ده يعني الفتره الوحيده اللي هيلحقوا يريحوا فيها 3 4 ايام دول لغايه يوم الاثنين عشان بعد كده في ماتش افريقيا. احنا بقى لنا سنه مثلا وشهرين او سنه واربع شهور ما خدتش اجازه اجازه يعني انت واخد اجازه بقى لك فتره انا بقى لي كتير واخد اجازه من ساعه ما جيت الاهلي انا حضرتك واحنا اتكلمنا على فكره يعني اسلام صادق رئيس تحرير وفريق الاعداد كلموا ابو تريكه واسامه حسني في عشان يخشوا معانا دلوقتي ونتكلم شويه عن النادي الاهلي واحتفالات السومه طبعا في المعسكر فطبعا ما ينفعش يخشوا بكره في مباراه مع مصر المقصر طبعا في ترقيق ده يعني شوف بص الحاجه كويسه كمان احنا عندنا بكره خلاص انت الدوري حسم طبعا انت عندك بكره ماتش المقصر والله العظيم النهارده في التمرين اللعيبه برده مركزه يعني انت عايزين يفنشوا ويحتفلوا بشكل كويس وبكره كابتن سمير زاهر هيسلم الدرع في الملعب وكده ان شاء الله واهو يعني وكلنا رايحين يعني كل اللعيبه رايحه بكره حتى الناس اللي مسافرين بص انا عاوز اقول حاجه انا ما اعرفش طبعا اكيد طبعا خلاص بقى خلاص لكن في نقطه كانت حلوه في النادي الاهلي ان انت الفتره اللي فاتت كانت معظم اللعيبه بتيجي ماتشات من غير ما حد يطلب منها الكلام ده فكنا بنيجي كلنا نتجمع ونحضر الماتشات فدي ودي من غير ما حد يطلب ان انت تبقى انت بروح الفريق مع بعض فبكره زي ما بقولك ان شاء الله هيبقى في مركزين كده ونعمل ماتش كويس. مين اكتر واحد دمه خفيف؟ احنا دايما عارفين بركات بيعمل حركات كده وعارفين بركات اللي هو اخف دم. بص بركات اخف واحد طبعا وفي احمد سيد طبعا مع ان احمد سيد الناس كلها لما اجي اقولها هتفتكروا ان هو رخم عشان هو في الكوره مسمينه مارادونا اهو مستر مانو مسمي مارادونا مع انه عاوز اقول حاجه يعني ما ملوش علاقه بمارادونا ولا ابن مارادونا ولا ابن عم ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص ففي ابو تريكه بس الافيهات بتاعته قديمه جدا وحشه جدا يعني بص جدا يعني فاهم حاجات قديمه قوي في وائل جمعه بس هو راجل كبير شويه يعني تحس ان هو راجل كبار قاعد مع جدك مع انا وائل اصل حبيبي كابتن وائل وابو تريكه بقى في المنتخب لما كنت بسافر معاهم ماتشات المنتخب يعني شخصيتهم من نوع رزين يعني ناس تقيله بس هم بيحبوا يهربوا بس تهريجه ابو تريكه بص تهريجه قديم جدا ورخم جدا يعني فاهم يعني كل ما بس عارف من كتر ما تلاقي ممكن ساعات التهريج رخم تضحك ما هو رخم جدا بس بقول لك ان هو كل ما يجي يقول حاجه مثلا نبص لبعض مش قادرين نفهم يا ابو تريكه يعني هو بيقول ان هو ابو تريكه لعيب جامد جدا كان بص لازم كان يبقى ماشي يمشي من النادي الاهلي اللي هو رخم جدا في اسامه حسني مثلا ده والله العظيم بيقول حاجات ساعات في اوقات يعني تخليك تموت ان هو مش انت مش متوقع منه اي حاجه اسامه في سيد معوض طبعا سيد معوض ده مخيف جدا فظيع يعني سيد معوض ده مخيف جدا في جده بس على الهادي بقى ايه بقى جده معاهم مالوش اي ما تعرفش هو ايه فين يعني مثلا في مقرأة قاعد في تقطيع قاعد في خروجه في اي قاعد بص قاعد في كل حاجه يعني اي حاجه قاعد يعني قاعدين مع بعض بيبقى متواجد في كل حاجه حسام عاشور اخباره ايه؟ لا في بص في عصابه كده مع بعض حسام عاشور وايه ومش عارف ايه دولت يعني ايه مش عاوز يعني بيني وبينك كده بقول لك دولت اسمهم شله ايه قول لي ومحمد سمير واحمد عادل ويعني دول كده مع بعض كده دولت ما يعني ما شله ايه طب قول لنا لا لا حاجه وحشه جدا يعني شله انس دولت مع بعض فاهم حاجه عصابه بنت لذينه يعني دولت انت عاوز بقى تطلع بره المود تمام تروح تقعد مع الناس دي خمس دقايق مين يعني بقى قول لي كده؟ اينو واحمد عادل محمد سمير حسام عاشور طبعا كان عفروتو قبل الله يرحمه قبل ما عفروتو برضه في يعني وشكري بعيد عن الفرقه الفتره اللي فاتت مستر مانو يعني مش لا هو مش معانا طبعا يعني هو نزل ناشئين وبعد كده يعني مش متواجد بقى دلوقتي عفروتو مش عارفين هو فين لا دول دمه خفيف عفروتو طبعا لا فظيع طبعا شفت له كام كليب على النت كده هو وسعد سمير بيهربوا سعد سمير ده بيقولوا له محمد هنيدي ومش عارف ايه لا لا بقول لك بص انت في كده يعني ربنا بس يهديهم الناس دي ان هم لو اتجمعوا مع بعض كلهم لا حاجه صعبه احنا حسام غالي ومتعب اخبارهم ايه؟ لا حسام طبعا هادي يعني حسام ومتعب بنبقى عارف مع بعض كده بنقعد نضحك بس وشيف اكرامي وكده بنقعد نضحك مع بعض هاديين شويه
هدينا اللي هو بركات طبعا. طبعا يعني ما ايه اكتر حاجه بركات عملها يعني الفتره اللي فاتت كده غريبه شويه؟ لا بص ما فيش حاجه بركات مثلا بيحط يعني موضوع الكابتن موضوع الانتخابات ده فعلا انتخابات ولا تهريج؟ لا يعني مستر مانو هيعمل انتخابات فعلا نشوف الكابتن الاهلي؟ بص حصل كده ايه كذا حاجه وبتاع، فمستر مانو قال لك انا هعمل انتخابات للفرق. كان بيتكلم بجد. هو كابتن الفرق احمد السيد او حسام غالي؟ لا حسام غالي وبعدين احمد السيد. فهيعمل انتخابات وكده، فطبعا ايه بيتكلم جد يعني مستر مانو ولا بيهرج؟ لا مستر مانو كان بيتكلم بجد، بس هو عارف ان احنا كلنا يعني هو مستر مانو عارف. بص هو بيدرس الشخصيات الناس كلها، فهم هو عارف ان احنا كلنا بنحب حسام غالي وكلنا مش هنرضى غير بحسام غالي، فهو قالها كده. كان زعلان من حسام مره فقالها، فهب يخض حسام شويه وخلاص، وقعدنا نضحك وبتاع، وقال لك انتخابات ومش عارف ايه وبركات، طبعا انا هرشح نفسي وهنعمل انتخابات وخلاص الموضوع عاد. ايه موضوع 8 ده بس عشان عامل 8؟ اي ما هو ده رمز رقم اللي هو يعني رقم 8 رقم 8 . فهو بقى ايه، انا جيت تاني يوم فببص لقيته معلق ورق في الاوضه وفي عياده وفي كل حته عامل كده. مين بركات؟ بركات صور نفسه ولابس كاب كده فاهم، وكاتب رقم 8 ومكتوب شرف اضرب بيد من حديد على مش عارف ايه وشعار يعني قول لي كده متصور تاني ازاي؟ بص عامل كده ولابس كاب بتاعت مستر اكس اللي هي ونضاره كده وعامل كذا نسخه للصور رقم 8. فانا شفت بقى ايه مسخره طبعا، نمت في الارض كلكم لما شفت الموقف. انا شفتها فطبعا ايه قعدت ابص كده افتكرت مثلا ده حاجه واحد ده هربان فاهم، فلقيت لك ونضاره بقى بقول لك مستر اكس بالظبط. فبصيت كده يا ابن الذين بركات، فلقيت رقم 8 وبعدين سوف اضرب كاتب شعارات يعني اضرب بيد من حديد ومش عارف ايه وشعارنا، بص ايه الكلام اشعار يعني بس وخلاص. وقعدنا نضحك ونهرج، بعدين بقى ايه فماسك الورقه دي فجايب بقلب. بص بقى جايب كميه معرفش هو جابهم منين، كميه فنانين ولاعيب الكوره ومش عارف ايه كلهم متصورين معاه، يعني مثلا فنان مثلا مع بركات وعامل كده برضه ده متصور فحدد مثلا بتاع 20 شهور ورا صارف يعني صارف بس بقى طبعا بقول لك انا هنتخب، وبعدين يجي كل واحد يقول له واحد ايه يعني مثلا في ساعه الثوره دي يعني نظبط الموضوع ونتصور مع فنانين ولاعيبه كوره ومش عارف ايه وبالراجل بالثمن بجد يعني دعايه انتخابيه صارف يعني وجاي. وطبعا الورقه الفلايرز نفسه الريزولوشن بتاعه اللي يعني نظيف جدا حاجه جامده جدا يعني صارف يعني صارف. وبعدين ايه يجي بقى لكل لعيب كده يعني مثلا انا قاعد ساعه الثوره دي كنت قاعد طبعا انت عارف كل واحد بيدور على اي حاجه جابها، فهو عارف ان انا كنت مركز جدا انا عاوز ترخيص مسدس كنت مركز جدا في الموضوع، فقام جاي لي كده انا قاعد قال لي هظبط لك الترخيص وهجيب لك البتاع يعني ده يجي الجد يقول له بص ماتش هديك اجوان ومش عارف ايه، يجي العماد كل واحد عارف كل واحد عارف الحاجه اللي هو عايزها بيروح يقول له انا يجي هعملها طبعا عارف ان اين ومش عارف ايه دولت اعصابه كلهم ايه لو اديت لهم زودت لهم 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا عزمتهم على 10 عارف ديتهم فبيروح له كل واحد يظبط الامور. لا بركات بص بركات مشكله على فكره بركات يمكن انا عامل معاه كليب هنا في او برومو في البرنامج وكلمته قلت له بركات انا بعمل برنامج جديد في قناه النهار وعايزك تبقى معايا في البرومو، انا بختار من كل نادي لعيب يعني في برومو كده هبقى نعرضه او اتعرض كذا مره في القناه برومو البرنامج. فقلت له اطلع هلبس معاك تيشيرت الاهلي وهنلعب مع بعض ومش عارف ايه وكده ونتكلم كلمتين، وقال لي خلاص ماشي وجه يعني راجل من غير ما يطلب فلوس جدع جدا يعني بصراحه انا بشكره. وجه لي في الميعاد ومظبط نفسه ولابس ومش عارف ايه، قعدنا نلعب ونضحك وهم يصوروا لنا اللقطات هنا في القناه ومش عارف عشان ينزلوها في البرومو بتاع البرنامج. فجه كلمنا كلمتين كده فقال لي ايه، هو عارف طبعا انا زمالك ومتربي في نادي الزمالك والكلام ده ولعبت في الزمالك في الناشئين وكده، فقال لي بقول لك ايه يا عم كريم انا عارف ان انت دمك احمر وبتموت في النادي الاهلي على الهوا في التصوير. قلت له ما تحرم عليك هتخلص عليا، وبعدين راح واخدني كده ومتصور معايا ومش عارف ايه الاهلي احنا لابسين انا هو تيشيرتات الاهلي. قال لي اعمل كده، بص بعد ما خلصنا قال لي هاخد الصور دي وهنشرها في النت كله لو جبت سيرتي ولا قطعت عليا في استوديو تحليلي هخلص عليك. لا هو بص هو شخصيه يعني هو بركات بجد والله العظيم انا يعني بقول اي لعيب عاوز حد يبقى يعني تاخد قدوه لعيب. طب احمد سيد موقفه ايه من بركات هيرشحه؟ لا بص احمد سيد طبعا بركات احمد سيد هو بيعمل 8 اهو، ما هو طبعا لازم يعمل 8. هتلاقي احمد سيد مثلا يعني بركات طبعا رشاد طبعا هتلاقيه قال له يعني احمد لسه ما اتجوزش فهتلاقيه جايب له عروسه او حاجه عشان هو دخل كل واحد من مدخله يعني. طب عايز اقول لك حاجه بس تكون صريح معايا، مين اكتر واحد بخيل او بيبقى ماسك شويه في الفرقه؟ في طبعا يعني في بيبقى مين طيب؟ يعني الجنيه ما بيطلعش طبعا خالص. لا هو في اثنين يعني انا بصراحه ما جربتش موقف معاهم يعني انا بسمع عنهم بس ما جربتش موقف يعني.
يعني في مثلا اينو بيقولوا ان اينو ما فيش خالص ما بيطلعش حاجه انسى يعني وبيخسر العربيه مثلا كل دقيقه تلاقيه يخسر العربيه بتاعته وبخاف عليها جدا مفيش ماشي بس بيصرف اهو يعني بيصرف على نفسه لا لا ما هو تلاقيه مثلا يعني هو اللي بيخسر العربيه يعني مثلا ما يجيش حد بتوع الكاميرا بيضحكوا فده اينو وفي احمد سيد احمد سيد مثلا في مره كده يعني هما بيقولوا انا بقول لك برده والله ما جربتش بيقولوا انتوا متربين مع بعض يا لا 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 يعني انتوا متربين مع بعض ما هو اكيد بخيل طبعا ما عزمنيش ولا مره وائل جمعه واحمد سيد الاثنين يعني مش هقول لك بالتريقه على بعض طبعا ضحك موت طبعا فوائل جمعه مره دبس احمد سيد لعبه بنلعب تقسيمه فهيجيب فطار فاحمد سيد جاب فطار فطبعا فطار للفرقه كلها فطار للفرقه ف مثلا تدفع يعني مش مبلغ كبير يعني فول وطعميه ومش عارف ايه وحاجات كده 50 جنيه للفرقه كلها 100 جنيه مش فوائل جمعه قايل واحد يعني والاكل بقى مش قادر اقول لك احنا بنجيب كل يوم فطار كل لعيب بيجيب الاكل احمد سيد جايبه طعمه يعني مش عارف حاجه لا لا حلو جدا حلو احمد سيد يعني الفلوس ربنا مبارك فيها ايه يعني طب كويس طيب فوائل جمعه قال لك ال 50 جنيه دي من سنه 94 مكافاه بتاعت ماتش مش عارف ايه لسه طالعه دلوقتي حاجه بقى في وائل جمعه طبعا يعني احمد مين نائر ونقير في فرقه الاهلي دايما هو وائل جمعه احمد سيد برضه لا 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 بس بمحبه يعني مش لا لا الاثنين في مركز واحد وبيلعبوا مع بعض على طول لا لا محبه طبعا والاثنين بيقعدوا يتريقوا على بعض طبعا يعني حاجه انت يعني اول ما الاثنين يتريقوا على بعض يروحوا قاعدين طبعا بركات يروح قاعد مدي واحده احمد سيد فاحمد سيد يروح يسخن على وائل جمعه يروح مدي لوائل جمعه يرد شويه مع ده يرد في بركات هو اللي بص بيحرك كل في علاقات اجتماعيه ما بينكم خارج الملعب يعني يعني مثلا زوجتك او مراتك تبقى مثلا صحاب مراتات لعيبه ثانيه وتتجمعوا في حته تتغدوا مع بعض وكده ولا بس مطلوب لا مطلوب الكلام ده طبعا وبعدين مطلوب بحب مش مطلوب باجبار يعني طبعا يعني انا يعني كل الفرق معظم اللعيبه طبعا اللي في نفس السن او متربيين مع بعض او لعبنا مع بعض كتير في علاقات اسريه كويسه يعني بنقعد مع بعض بنخرج بمراتاتنا بولادنا بيلعبوا ف مين اكتر واحد قريب فيك في الاهلي؟ يعني بص اللي بيقعد معايا في الاوضه شريف عبد الفضيل على طول بيقعد معايا في الاوضه لكن حسام غالي طبعا يعني حسام انت وحسام قريب مين يعني مين بره النادي الاهلي صديقك القريب في طبعا هاني سعيد انا عارف هاني سعيد في الكوره طبعا هاني سعيد هاني سعيد يعني صنع هاني يعني ناشئين مع الاهلي مع بعض بعد كده رحنا المصري الاسماعيلي مع بعض فلا يعني. اكتر مدرب يعني وثق في محمد فضل او طلعه او عرفه طريق النجوميه او وانت صغير مش شرط دلوقتي يعني لا بص وانا صغير طبعا نادي الصيد يعني نادي الصيد كان فيه انا كنت في نادي الصيد انت عارف طبعا كريم نادي الصيد انا مع بعض بس فانت عارف الامور بتبقى انا كنت بروح يعني كنت واخدها هوايه في الاول طبعا في وسبحان الله كنت بلعب باك رايت بقى وهاف رايت وحاجات مش فرود لا فجي كان اسمه كابتن نبيل البحطيطي ده كان لعيب نادي الاهلي وكان لاعب ايام كابتن خطيب وكده كان بيلعب باك ليفت فالراجل ده جه مسك فرقتنا ولقاني لقاني طويل فقال لك هلعب فرود وكده فلعبت اول موسم جبت 33 جون يا ده دوري جيزه ولا كان كان مناطق مناطق منهم مثلا بتاع 22 جون بدماغي وانا عمري في حياتي ما كنت لعبت بدماغي خالص فالراجل ده يعني عرفك حاجه او طلع منك طلع منك حاجه انت ما كنتش عارف مرني وكان يعني كان بيعمل حاجات بجد والله فعلا كويسه قوي اتعلمت منه حاجات كتير قوي علاقتك مستمره معاه بتكلمه وكده بتطمن عليه وبتاخد منه نصايح ولا برضه بص بك انا قليل. مأثر لا انا مأثر معاه جدا طبعا يعني مأثر معاه جدا الراجل ده ليه فضل عليا كبير جدا و لكن بكلمه طبعا في قرارات معينه بكلمه اساله استشيره طبعا هو يعني ليه فضل كبير قوي فضل يعني انت كام سنه دلوقتي 28 انا دلوقتي لا 30 30 30, 30 كبرت يا فضل خلاص بقى فضل انت دايما حظك وحش يعني بتبقى موجود في منتخب مصر وقبل البطولات في افريقيا بيجي لك اصابه يعني في 2008 وفي 2010 نفس 2008 كنت معاهم كنت موجود بس ما لعبتش يعني اكتر لعيب سخن في البطوله كلها كابتن حسن خلص عليك كابتن حسن لا كابتن حسن كان يعني انا مثلا في 2008 يعني كابتن حسن طبعا يعني عشان كان عمرو ومتعب كانوا ماشيين كويس بس انا عاوز اديله حقه اول واحد اداني المنتخب من الاسماعيلي فعلا وحتى كابتن حسن ليه حاجه معايا انا قبل 2008 دي كنت رايح احج في اخر ثلاث مباريات في الدوري ما كنتش العبها فكلمته كنت بستاذنه ان انا احج وما كنتش عارف ان انا اروح منتخب ولا لا فا يعني قال لك روح ولما ترجع موجود ان شاء الله في الفرقه ولعبت ماتش بوتسوانا اللي هو صعدنا اللي انت جبت فيه جون بس في اخر 7-8 دقايق كملنا نشف الحمد لله دايما في التصفيات احنا بيبقى عندنا مشكله في التصفيات بس وجيت في افريقيا بقى واكتر لعيب سخن في افريقيا اول انت وحسن مصطفى لا لا انا انت اكتر لعيب انا مش قادر اقول لك يا كريم ان انا مثلا ايه يعني اول ماتش كان كابتن حسن هو كان بيتفائل انا بسخن يعني كابتن حسن ماتش كان الكاميرون فكان عماد وحش قوي فكابتن حسن قال لي قوم سخن فسخنت من الدقيقه 10 مثلا والدنيا مشيت الاربعه فتحت اول ما فطبعا ايه بعدين قعدت عماد ابتدى يبقى كويس
قعدت عمرو زكي وحش قوي مسخن، قمت قايم مسخن عماد وعماد بقى وعمرو وبتاع سخنوا مره واحده تحولوا. ايوه كل ماتش اول ما اتنين يبقوا وحشين اروح يسخن يا فضل يسخنوا. جيت في النهائي مش قادر اقول لك الملعب انت كنت شايف موجود انا عامله ازاي. اه بالظبط. فانا مش عاوز اسخن، قاعد نفسي يعني انزل يا ما اسخنش. حشرات حشر قد كده. فكابتن حسن ايه اول ماتش عماد وعمرو وحشين قوي. فقاعد بسخن فكل شويه الحشر تروح ضربه في دماغك. فبص يا كابتن حسن يا كابتن حسن خلاص كفايه تسخين بقى حرام عليك، هتلاعبنا ولا مش هتلاعبنا؟ في الاخر نزل ابراهيم سعيد يوميها نزل ثلاثه بص يعني وبعدين كل شويه وفين بعيد فكابتن حسن يروح يشاور فتفتكر انت روح احنا كلنا فاتحين سبرنت كابتن حسن عايز تلعب بقى ونهائي افريقيا وكده. اه واحد واخد واحد ومرجع الباقي. فالباقي ده غالبا كنت انا الوحيد اللي قاعد برجع ف يعني بس الحمد لله احنا خدنا. بس شاركت في فترات كتير برضه يعني اصابتك اثرت في الفتره اللي فاتت وكلنا كان لينا دور في 2008 و2006 و2010. ما بص فيش حد بينجح لوحده فاضل يعني 11 اكيد او 13 او 15 واحد لو اللي بره اللي هم 22 بالجهاز الفني بالمنظومه كلها ما ساعدتهمش الدنيا مش هتمشي. لا لا بص والله كريم يعني كانت ايام فعلا حلوه جدا جدا كلنا كنت شايف كنت معانا طبعا. نفسك في نفسك تحقق ايه في الكوره عشان خلاص يعني وقتنا بيخلص؟ يعني نفسي ابقى ربنا يحفظني من الاصابات يا رب. نفسي العب فتره كده يعني ان شاء الله باذن الله الفتره دي تبقى باذن الله قريبا. الواحد فعلا الفتره اللي فاتت دي الشهرين اللي انا غبت عنهم الفتره اللي فاتت دي انا يعني تعبت قوي في التمرين يعني كنت اكيد الاصابه بتبقى لا تعبت مش كنت بتمرن كويس قوي كنت بقعد من 9 الصبح لغايه مثلا الساعه 4 ولا 5 قاعد ف يعني ان شاء الله يبقى في بطولات نادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمني في الكوره يعني اكون قدوه لابني يعني دي حاجه نفسي فيها جدا والفتره العصيبه دي بقى بعيده عن الكوره يعني تعدي ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا فضل ونتمناك التوفيق كده والاصابات تبعد عنك ان شاء الله وتكسر الدنيا وتكون في موجود في المنتخب كده وارشح نفسي لكابتن الفريق برضه كده بدل كده سبعه. اشكرك يا فضل الف مبروك ونبارك للنادي الاهلي كله بالفوز بالبطوله ونشوف بقى اللي هيحصل ايه السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك يا فضل شرفتنا النهارده بشكر كابتن محمد فضل طبعا برضه ما اتكلمناش في اسهر بالليل والله.